برضه من المواضيع المحيرة إنك تشعر من جواك إنك فاقد للرغبة أو القدرة على المساعدة إنك تسمع عن حد محتاج احتياج سواء احتياج مادي أو محتاج مساعدة معينة عشان يشتغل مثلا وتحس إنك أنت مكسل حالك مش زي حال الناس اللي بتدور على المحتاجين وتنزل تساعدهم أو ساعات موضوع محير تاني إنك تحس أنت ما عندكش أو يعني تبقى متأكد إن أنت ما عندكش القدرة إنك أنت تدفع فلوس مثلا تساعد موضوع الاتنين الاثنين دول فاقد الرغبه وفاقد القدره عايز اقول لهم حاجه تريح بالهم مبدئيا فاقد الرغبه الشخص اللي بيحس انه كسلان وحاله مش زي الناس اللي بتسارع انهم كانوا يسارعون في الخيرات انا نفسي ابقى كده بس مكسل انت اللي محتاج تساعد الناس اكتر من الناس محتاجه لمساعدتك نفسك انت مع الله وفي الحياه انت اللي محتاج تساعد اكتر هو انت عايز ايه في الدنيا دي اي حاجه تخطر على بالك لو ساعدت هتجيلك باذن الله بوعد من ربنا واحد مثلا عايز ان ربنا يسترها معاه في الدنيا ويحسن خاتمته قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء شوف الناس بتحلم ان هي تبقى ايه الروح تطلع كده في اخر حياته بردا وسلاما ويقابل ربنا راضي عنه روح ساعد الناس فاكر لما ربنا قال في سورة المنافقون في في ختمها وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وكأن الإنسان أمنيته وهو بيسيب الدنيا رب كان لي مساعدة وساعدت الناس عشان قضاء الحوائج بيسر مفارقة الدنيا ودي يمكن من أكبر أمنيات الناس كلها نفسك انك انت يكون ليك مقام عند ربنا حتى لو ذنوبك كبيره قال صلى الله عليه وسلم من قضى حاجه لاخيه كان كمن خدم الله عمره كلنا بنغلط وانا اولكم لكن تصور لما انت يبقى مقامك عند ربنا خادم الاله وانت مش تعرف تخدم ربنا نفسه اللي عايز يخدم ربنا يخدم العباد من قضى حاجه لاخيه كان كمن خدم الله عمره بل اقول لك على حاجه بقى ربنا يرد لك الخدمة دي في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم الناس اللي بتدور على الراحة يوم القيامة، قال من ألطف بمؤمن اللي كان حنين على حد لما كان محتاج، من ألطف بمؤمن أو أسدى له حاجة من الدنيا صغرت أو كبرت كان حقا على الله أن يعطيه خادما يخدمه يوم القيامة. شوف أنت لما تروح عند ربنا سبحانه وتعالى خلي حد يخدمك يوم القيامة. مش بس كده ده سيدنا رسول الله لأنه عارف إن في ناس كتير هتبقى متردده ومحتاره وعارفه إن في ناس عندها احتياجات بس النفس البشريه بتكسل. قام قايل له أنت يوم القيامه هتبقى أكتر واحد مستريح لو ساعدت واحد في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا خلقهم لحوائج الناس تقضى حاجات الناس على أيديهم أولئك الآمنون من فزع يوم القيامه. تمنى الجوائز الكبيره دي اللي سيدنا النبي قال لك عليها في الدنيا وفي الآخرة تكون سبب لقطع الحيرة والتردد لما تعرف ان حد محتاج وانت عندك القدرة. أما الناس الطيبة المقبلة على الله اللي ما عندهاش القدرة اللي بتسمع عن احتياجات لناس لكنه ما عندوش اللي يساعد بيه وحاسس كده انه مش موفق بسبب انه مش من أهل الخير أقول لك اطمن يؤجر المرء بنيته. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل الحاجتين لما كان بيبقى عنده قدرة يساعد كان بيطلع اللي في بيته كله ولما كان ما بيبقاش في قدره لعطاء مادي معين كان بيعلمنا الناس الحيرانه في الموضوع ده واللي خايفه تكون مش موفقه لا ده في طريقه حلوه جدا سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي كان بيقعد يخدم النبي كده صلى الله عليه وسلم فمر النبي فتح الباب وقال له يا ربيعة هل تزوجت تتجوز قال له والله يا رسول الله ما فكرش في الموضوع ده ومعيش فلوس كمان فالنبي قال له طيب ماشي تاني يوم قال له تتجوز إيه رأيك قال والله ما عايش فلوس وبعدين ما بفكرش في الموضوع ده ثم قال ربيعه في نفسه رسول الله اعلم بما يصلح دنياي واخرتي والله لو سالني في الثالثه أقول له اتجوز فاليوم الثالث قال له تتجوز قلت نعم يا رسول الله قال اذهب الى بني فلان وقل لهم ان رسول الله عليه الصلاه والسلام ارسلني ويقول زوجوه من بني فلان فراح سيدنا ربيعه بن كعب للقبيله دي وقال لهم سيدنا النبي بعتني وبيقول لكم جوزوني من العيله دي فقالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله فزوجوه ولم يسألوه البينة صدقوه قال فرجعت حزينا إلى رسول الله ده حتى ما سألونيش ورحبوا بي عشان خطر حضرتك مالت طب زعلان لي يا ربيع قال من أين الصداق المهر منين فقال صلى الله عليه وسلم يا بريدة ده اللي النبي بيقول لك تعمله عشان ما تحترش يا بريدة اجمعوا له نواة من ذهب فالصحابة تلموا مع بعض وجمعوا لي نواة من ذهب راح خدها وراح للقبيلة دي فقالوا كثير طيب ألف مبروك وجوزوه فرجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مالك حزين ليه؟ قال يا رسول الله من أين أولم؟ عايز أعمل عزومة والناس تاكل برضه زي أفراح الناس كده يعني فقال صلى الله عليه وسلم يا بريدة اجمعوا لي شاه فبدأ الصحابة يجمعوا اللي معاه درهم ودينار وجابوا خروف يا عائشة عندك إيه في البيت؟ قالت له أنا عندي كيس كده فيه سبع أكياس شعير يلا اعمل لنا زي فتة كده وراحوا واتجوز سيدنا ربيعة بن كعب عمل النبي عمل زي ما احنا بنعمل او زي احنا بقى بنعمل زي النبي عليه الصلاه والسلام رسائل الواتساب ونجمع من الناس انا معيش فلوس بس ممكن اقول لصحابي وافكر مين اللي ممكن يساعد ومين اللي بيحب الموضوع ده وداله على الخير كفاعله ما تحترش لو ما عندكش قدره ما تحترش ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بانك انت لما توصل اهل الخير لطالب الخير يبقى انت اهل الخير وقضاء حوائج الناس وفعل الخير عموما ده ما بيجيش إلا بإذن من ربنا سبحانه وتعالى زي كل طاعة والتوفيق والتيسير من ربنا هو ده مطلوبنا من ربنا سبحانه وتعالى